الجميع، مش صحة المواطن اللي ماشي بس في الشارع. حفاظاً على صحة المجتمع كله هيتم اتخاذ إجراءات صارمة جداً معاه بمقتضى قانون الطوارئ من ناحية، وبيقول إنه لازم يتعرض للحبس وللغرامة. وأنا بوضح ده قدامكم جميعاً لسبب، لأنه الموضوع ده ما فيهوش هزار، لأنه في بعض الدول التي استهترت في الموضوع في بدايته فقدت السيطرة تماماً عن هذا الأمر. فأنا بشكر حضراتكم على اهتمامكم، مش عايز أطول عليكم، إنما الحكومة توجه رسالة من خلالكم عن طريق الإجراءات اللي عملتها سيادة الوزيرة والطاقم بتاعها، مشكورة مرة تانية. إجراءات أنا بقول إنها إجراءات بالغة دي، بطولة كبيرة جدا من جانب هذا الطاقم. والحكومة أيضا اتخذت الإجراءات بشكل تصاعدي، مفيش فيه مبالغات، إنما المهم إنه دور المواطن هنا لازم يندم. إحنا لازم نستحمل ونقعد شوية ال 14 15 يوم الجايين دول في التزام تام، ده اللي هيترتب عليه الحالة بعد كده هتبقى شكلها عامل ازاي.